مساء الخير عليكم، معاكم احمد بدر وحلقه جديده من برنامج بابا الشغلانه وشغلانه جديده. حلقتنا النهارده مليئه بالمفاجآت، مليئه بالمناوشات، مليئه بالترندات. طول عمرنا بنسمع على الكرواسون محشي مربى يتحط فيه جبنه، يتضاف له حته زبده، لكن تفتح الكرواسون وتحط فيه برجر وحلقات طماطم وبصل وعليه صوص، اهو ده اللي ما كانش متوقع من بافلو برجر. يلا بينا يلا بينا، تعال شوف. بص معايا بقى الشكل، ساندوتش اللي موجود، ادي البطاطس الجميله، وادي الساندوتش الكرواسون الاختراع الجديد. ده حجم الساندوتش اللي موجود معانا كده. معايا ريحه الكرواسون تحفه جدا، حجمه مش زي ما كنت متوقع انه هيكون حجمه كبير عن كده، عشان سعره اصلا يعني يعتبر سعره غالي. الساندوتشين دول تقريبا عاملين 380 جنيه شامل الضريبه والتوصيل. ادي معانا بقى شكل الساندوتش، ندوق بقى ونقول لكم بقى هل الاختراع ده فعلا جامد ولا مش جامد. بجد بقالي فتره ما اكلتش وعملت حلو قوي والله العظيم. طيب يعني الكرواسون نفسه الزبده بتاعته كتيره، ريحته حلوه. كنت مفكر هو مش هيبقى لايق على العجينه دي، او طبعا طول عمرنا متعودين ان البرجر بيتحط في عيش كايزر اللي احنا عارفينه، لكن اتحط في كرواسون جديد. ناخد قطمه كمان. جامد 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 والله اعلق وصفك. الساندوتش ده اديله 6 من 10. اللي بعده ده كان الاولد سكول، اما ده بقى اسمه احترنا فيه شويه يعني. شيتيكا مشروم، او بالعربيه شيتك مشروم، اما بقى لو رحنا للانجليزيه فيبقى شيتك مشروم. يلا ندوق كده بقى ايه المشروم مع الكروسو البرجر صوص الجبنه، نقول لكم راينا. هو انا مش من عشاق المشروم يعني، بس هو طعمه حلو، طعمه حلو بجد. الشابو اللي راح للحته دي. ناخد قطمه كمان ونقيمه. حلو قوي قوي. الكرواسو اللي بالبرجر اللي بالمشروم اللي عليه الصوص ده حلو 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 جدا، رهيب رهيب. ندوق بقى البطاطس كده مع بعض. بيجي مع الكرواسو البرجر الجديد بتاع بافلو برجر بيجي ماكس كولا. الخلاصه طلبنا من عندهم اولد سكول وتشيتك بالمشروب. طبعا التجربه لطيفه جدا، حلوه جدا، كرواسو جاي فريش جدا، البرجر حلو وطعمه جميل، الصوصات اللي عليه لايقه عليه. عايز اقول ان هو لايق جدا على الكرواسو. كنت مفكر الموضوع هيبقى في طعمه هيبقى مختلف، مش هيبقى مظبوط، اتعودنا عليه في عيش البرجر فالموضوع ده جديد. وهنا نقف عند السعر ونتكلم شويه. سعر الساندويتش الاولد سكول عامل 164 جنيه، اما الشيتك المشروم عامل 179 جنيه. لو جينا بصينا للساندوتشين فنقدر نقول لو انت فرد ممكن تاكل 6 لوحدك من ده، 6 يبقوا جنب بعض وتشكل ما بينك، لكن تطلب ساندوتشين وكلام من ده مش هتشبع خالص 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 بالمره. يعني تجربتي لطعم الكرواسون الجديد البرجر بافلو عايز ادي التجربه دي تقريبا 8. وبكده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. استنوني في حلقه جديده من برنامج بابا الشغلانه مع احمد بدر على موقع زائد. سلام.